اهلا بيكم مع نموذج جديد من نماذج متحدي الاعاقة. شخصيتنا من الشخصيات اللي بتتمتع بدرجة عالية من قوة الارادة والصبر والعزيمة. بنتعلم منها ان من اهم الادوات اللي بنستخدمها عشان نتخطى اي عقبة في حياتنا هي امتلاك عقلية ايجابية. لان الافكار الايجابية بتزيد من ثقتنا في قدرتنا ونقدر نتغلب على اي تحديات وصعوبات في الحياة. وفي مقولة بتقول ان العقل الايجابي بيجد الفرصة في كل شيء، بينما العقل السلبي يجد الخطأ في كل شيء. لو نظرنا في كلمة النجاح وتأملناها هنجد انها ببساطة مجسدة في معنى الإصرار.